أسعد الله أوقاتكم. تلبية لرغبات العديد من الصديقات والأصدقاء، أخصص سلسلة من الحلقات عن سنة 1984، عن سنة 1984، لأنها سنة جوهرية، ولأنها تعتبر سنة حاسمة، ولأنها عرفت أحداث جسام ومتغيرات كبيرة في المغرب المستقل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وظلت ظلالها، يعني 1984، حاضرة لليوم بتقلها، بعلاماتها وتبعيتها للخارج، والتي طبعت الكثير من المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية. بالموازاة، عرفت سنة 1984 بروز طينة من شخصيات مغربية. خلال هذه السنة تحدت سياسة الحكم بعنادها ومقاومتها ونضالاتها وتضحياتها وبتواضعها وصمتها، بصمت على تجربة فريدة في النضال الوطني وفي حركة التحرير. يستحيل لمن يكتب تاريخ المغرب أو يقرأه أن يتخطاها. معتقلون سياسيون مشبعون بأفكارهم حد التخمة، باختلاف تركيباتهم الاجتماعية وتنظيماتهم السياسية المتفرقة، قدموا التضحيات الجسيمة وذاقوا مرارة الاعتقال والنفي والتهجير. في هذه الحلقة الأولى من سنة 1984 أقدم تجربة موغلة في الألم والاعتقال والشباب كذلك، والرفض والعناد والغضب المصاحب، تجربة الطالبان مولاي بوبكر الدريدي ومصطفى بالهواري وحكاية الأمعاء الفارغة. فمن يكون هذين الشابين؟ ولماذا خاض تجربة الإضراب عن الطعام لمدة 55 يوما في تجربة متفردة وفريدة من نوعها؟ ابقوا معنا. على المستوى المنهجي يمكن تقسيم سيرة مولاي بوبكر الدريدي إلى ثلاثة مراحل أساسية حسب حدة التعاطي مع الأحداث السياسية ومجرياتها سنة 1984. مرحلة أولى عادية، عن تلميذ ينتمي إلى عائلة فقيرة يسمى مولاي بوبكر الدريدي. ولد في قلب سنة عرفت أحداثا خطيرة في المغرب سنة 1965 بمدينة مراكش. بنفس المدينة تابع دراسته بمختلف مراحلها، فبعد دراسته الابتدائية والإعدادية التحق الدريدي بثانوية أبو العباس السبتي بالدوديات بمراكش، ثم التحق بكلية العلوم السمنالية بعد حصوله على بكالوريا موسم 83-84. ككل المغاربة ككل طلب المغاربة كان شغوفا بالنضالات وبالفعل السياسي وبالقراءة والانتماءات السياسية المعارضة للمخزن. في المرحلة الثانية، وهي مرحلة التأسيس كما أسميها، التحق بكلية العلوم السمنالية وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما من عائلة فقيرة، فوجد في مسودات وكراسات فصيل النهج الديمقراطي القاعدي ملادا له، ووجد ما يشفي غليله رفقة صديقه أو رفيقه مصطفى بالهواري. وبدأ الشابين
في رحلة النضال في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وطين. هذا الإطار العتيد الذي دخل فترة ما يعرف بالحظر العملي منذ 1981، وكان الدريدي وبالهواري نشيطين بشكل كبير داخل نضالات هذا الإطار، يعني الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث كان الدريدي مسؤولا من داخل لجال الأقسام من داخل كلية العلوم السملالية. امتدت نضالات الدريدي وهو في ريعان الشباب 19 عام إلى التعاطف مع نضالات الشعب المغربي والانخراط في تأطيرها بقوة في أكثر من واجهة وفي أكثر من حدث. في سياق الثمانينيات من القرن الماضي كان عهدا ملتهبا ومفعولا ومفعوما ومحكوما بسياقات جهوية ووطنية ودولية وأحداث سياسية هزت تاريخ المغرب المستقل، أبرزها انتفاضة يونيو 1981 وانتفاضة يناير 1984 الذي سيعمد النظام إلى حملة اعتقالات واسعة. وعلى غرار الكثيرين سيعتقل الدريدي وبالهواري في خضم انتفاضة يناير 1984 لتبدأ مرحلة ثالثة أكثر غضبا وأكثر تطرفا وأكثر عنادا وأكثر نضالا في مواجهة المخزن وأساليبه. إذن المرحلة الثالثة في تجربة الاعتقال القصيرة، وكما تحكي عائلة الدريدي، ذاق أبشع أنواع التعذيب والتنكيل مرارة بمرارة كما يقال، ابتداء من مخافر الشرطة بمدينة مراكش وصولا إلى المعتقل السري درب مولي شريف الذي اكتسب سمعة سيئة بفعل ما كان يمارس داخله من فظاعات وبشاعات ومن شتى أنواع التعذيب. بعد انطلاق المحاكمة وسلسلة من الجلسات سيحكم على الدريدي وبالهواري بخمس سنوات نافذة لكل واحد منهما، لينتقل بعدها إلى ما يعرف بمجموعة مراكش، ثم انتقل إلى سجن بولمهارز بمراكش في ظروف لا إنسانية. للدفاع عن مطالبهم البسيطة سطر المعتقلون السياسيون، يعني مجموعة مراكش، مجموعة من المطالب من أجل تحسين أوضاعهم بالسجون والسماح بإدخال الجرائد والميديا وكذلك انتظام الزيارات العائلية، ولم يكن سلاحهم سوى خوض تجربة الإضراب عن الطعام. فعمدت إدارة السجن إلى تفريق المجموعة بكل من آسافي والصويرة ومدن أخرى، وبعد رفض الاستجابة لمطالبهم قرر المعتقلون خوض معركة لا محدودة من الإضراب عن الطعام، سموها معركة لا للولاء، بمن فيهم الدريدي وبالهواري والآخرين. وبسبب الإهمال ورفض العلاج والعناد والغضب المصاحب والإهمال المتعمد وتشبث المعتقلين السياسيين بمطالبهم البسيطة والمشروعة، سيموت أولا مصطفى بالهواري يوم 26 أكتوبر 1984، وبعد يوم آخر أي يوم 27 أكتوبر 1984 سيموت كذلك مولاي بوبكر الدريدي بعد 55 يوما من الإضراب عن الطعام. وكانت هذه المدة، يعني 55 يوما، كانت كفيلة بوضع نهاية مأساوية، يعني
لشابين في مقتبل العمر مؤمنين حتى النخاع بمقولة النضال من أجل تعليم شعبي وديمقراطي ومجاني، وكذلك الإيمان بنضالات الجماهير من أجل التحرير والحرية، ليكتب في لائحة الشهداء والشهيدات وليصبح من رموز الحركة الطلابية التقدمية في المغرب. نأتي على نهاية حلقتنا الأولى من سنة 1984، شكرا لدعمكم لتفاعلكم ولتعليقاتكم وكذلك لتنبيهاتكم، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. كان معكم عرض للثورة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.